والله في مناطق كثير يعني فيها تراكم النفايات، اللي هي منطقة السوق جوا في تراكم للنفايات في المناطق اللي يعني خلينا نقول تجمع السكان، ناس كثرت مع الاسكانات وش زي هيك، صار في ضغط. انت تعشوف المساء مثلا بس تفضى شوي الشوارع بتبين اصلا النظافه شو هي، يعني بتلاقي الشوارع يعني حتى كريحه بتستنظفش تمشي فيها. والله النظافه مش بزياده. كل يوم الصبح انا يعني بطلع شغلي فالارض بتكون تدبك في الاجرين، تموا في النظافه يعني اكثر من هيد عشان يعني يكون يعني وجه احسن بالنسبه للسيارات. بزياده الحصص للاعمال البلديات انه يزيدوا عدد السيارات مثلا ويطلعوا اكثر، يعني يوعوا الناس، يوعوا يحطوا مثلا تعليمات، يقوموا على نظافه الشوارع والمحلات حواليها، الكراتين، طالب يعني يكون انظف الشوارع شويه يعني يشطفوهن على الكليله. بلديه بيت لحم من البلديات اللي تعتبر مثاليه او ما فيش فيها مشاكل نفايات في المدينه، ولكن بسبب الظروف الاقتصاديه الاخيره في هناك بعض الاضرابات، وخلال الاضرابات ممكن يكون في هناك بعض المشاكل. في الوقت الحالي بنعاني من مشكلة تراكم النفايات حول الحاويات بسبب عدم تحميلها بشكل دوري. احنا بنعاني في مدينة بيت لحم بانه في كثير من المواطنين بحرقوا الحاويات، حرق الحاويات بيؤدي الى تسريع في إتلاف. طبعا احنا بنرتب مع مجلس الخدمات المشترك انهم في المناطق التجارية وخاصة المدبسة انه يقوموا بتفريغ الحاويات مش بس مرة في النهار، لا بالعكس 3 مرات في النهار. باب سكاك هي منطقة حدودية ما بين بلدية بيت لحم وبلدية بيت جالة، احنا لنا الشارع والرصيف اللي على الشمال. مدينه بيت لحم هي المدينه الاكبر واللي عليها اكبر ضغط واكبر عبء تجاري واقتصادي في المحافظه، وبالتالي هي اللي بينجم عنها كميات اطنان الاكبر على مستوى كل البلديات في المحافظه. هذه المشكله بتنجم عن عده اسباب. السبب الاول في بعض الحالات عدم التزام مع الاسف المواطنين او التجار او الاشخاص بوضع النفايات بداخل الحاويات بالشكل الصحيح والمحكم. الجزء الثاني ينجم احيانا عن عمليه تفريغ الحاويات في بعض الاحيان، اثناء عمليه التفريغ يحدث هناك بعض الاوساخ التي تكون يعني مش سهل التخلص او السيطره عليها. الحاجه الثالثه انه هناك ما نسميه الجمع الاولي واللي هو كنس الشوارع، هو جزء من كل يعني هو محمل على كل بلديه.